السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنستعرض أمامكم أعلى القمم الجبلية في الوطن العربي، تابعوا معنا. المركز العاشر، مصر. جبل كاترين 2450 مترا. المركز التاسع، لبنان وسوريا. جبل الشيخ 2814 مترا. في المركز الثامن، السعودية. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل السودة 2985 مترا. المركز السابع، الجزائر. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل طهات ب3003 أمتار. المركز السادس، سلطنة عمان. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل الشمس ب3009 أمتار. المركز الخامس هي السودان، أعلى قمة جبلية فيها هي جبل دريبا كارلتيرا 3042 مترا. المركز الرابع، لبنان. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل القرن السوداء ب3088 مترا. المركز الثالث، العراق. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل شيخادار ب3611 مترا. المركز الثاني، اليمن. أعلى قمة جبلية فيها هي جبل النبي شعيب ب3666 مترا. المركز الأول كأعلى قمة جبلية في الدول العربية هي في المغرب، جبل توبقال ب4165 مترا.